وعايز اقول لحضراتكم اوروبا عندهم مشكله رهيبه، ولما بندي مثل باوروبا يجي يقول لك وبص على يا سيدي اوروبا دلوقتي عندهم ازمه وجاي لهم ازمه كبيره، والازمه دي هتاثر علينا تاني اكتر ما هي مأثره علينا، مش علينا احنا بس. الأمر سيؤثر على الإمدادات مش في أوروبا بس وكمان على العالم، وبالتالي علينا احنا كمان في مصر.